المويه دي في الايام الجايات طول في السنين الجايات ما حقت. المويه دي بعد كده حتكون فيها حرب. الزول في مويه. المويه دي نحن يا اخوان في سوداننا ايوه في سوداننا ده نخلي الزول قاعد في الخزان. الزول قاعد في الخزان ده يا اخواننا ما عنده شغل. والله احمد جاب 20 ولا 30 ولا عنده شغل. دكتور الفاضل جاب 40 ولا 50 ولا عنده شغل. ابو رفيق بعيده في حواشي جاب كده. الزول قاعد في الخزان فوق ده بيوزع المويه ده داير يسقي الناس مويه الشراب داير يولع السودان كهرباء داير يدي المصانع داير يدي داير داير يدي مشان نحن نجبره انه الجزيره يديها كميات بتاع المويه الكافيه ان احنا نقنعه بان نحن منتجين. منتجين كيف؟ منتجين بالتقانات اللي بنشيلها من السلسله الزراعيه بالعمل الاداري بمارسه اخرى المتدربين ينظم شغله بالشغل بتاع المحطه الكبيره اللي بنشوفها كل مره تتطلع لنا تقانات بتاع ريحه دي. يتكلم اخونا ابو عبيده عن تعظيم المويه. الله ما يدري احنا قيمه ما عندها ولا في العفلا قيمه. لكن كان بتقعدوا معانا وتورونا قيمه المويه دي اصلا ما بنهدرها. المويه عظيمه والناس ما حقها تهدرها. في قصه المسلميه يمكن 90% من المزارعين مزارعين بالميراث يعني ورثوها من ابهاتهم. وما داير اتكلم نيابه عنهم لكن بتكلم عن شخصي. ورث حواشها من ابوي. ابوي ده كان لحد ما مات في احسن الظروف. بنتي في القمح احدى شوالين. شوالين بس؟ شوالين. يا احسن والله ما كانت ما كان في اهتمام بالتقانات. بنتي في القطن لو خلاص انتج وكان من الناس المنتجين بعمل لهم من 4 إلى 5 قنطار حواشي في الفدان. لو عملنا مقارنه بيننا وبين ابواتنا بيتضح لنا دوركم انتوا كعلماء. بس دي بتكفي. وده انا لما اضرب مثل بين نفسي اي مزارع انا بتحداه اللي يجيب انتاجيه ابوه انتاجيته اسي. انتاجيتنا اسي فاقت انتاجيه ابواتنا 10 مرات. ده ب فضل العلم واجتهادكم انتم. بس يا جماعه قلنا لهم هيئوا للناس دي بيئه عمل عشان نستفيد من علمهم. السودان ده مليان علماء. الناس هجرت وفاتت. وفروا بيئة العمل للناس. الناس لسه كلهم عندنا عليه طلق عرباتهم. الواحد ما يضمن يبيع 10 كيلو. لا في وسائل حركة، لا في سكن، لا الآلة الليلة وقود هدمت الجسم، ليه طلق لتر وقود ما عندنا. وفروا يا توفيق بيئة العمل واسألوهم هم بيتموا الناقصة كلها ونحن معاهم. نحن معاهم. النظام بتاع البابور ويمكن ناس عبيد انا قبل كده حضرت محاضره هناك وكان شغل جميل شديد يعني. لكن يعني هم قطعوا فيه شوط في تدريب بتاع ناس. لكن اتمنى انه الشغل ده يتواصل تدريب للناس ولناس الري وناس اداره مشروع الجزيره. وده يا جماعه ممكن بيحقق مكاسب بعدين حتى انا في سياستي دار الزراعه وهو دار عمله حتى على مستوى مشروع الجزيره او المطري على اساس انه انا ازرع ياتو صنف وياتو مكان ازرع عادياتو محصول واعمل 200 واحصد 200 وهل استهلك مويه وما استهلك مويه. يمكن احنا يعني المحاضره دهشنا بالمعلومات. يعني العمل اللي تم ده ما عملوا ناس مركز البحوث براهم، عملوه بشراكه كامله مع ناس البحوث الزراعيه، بشراكه كامله مع ناس مشروع الجزيره، بشراكه كامله مع المراكز البحثيه والتعليميه ذات الصله. يعني في ناس من جامعه الخرطوم شاركوا معنا، في ناس من مركز بحوث المياه برضه بجامعه الخرطوم، جامعه السودان، ناس برضه
زدنا قاعدة المشاركة، جبنا مشاريع السكر برضو سكر سنار وجنين، وجبنا برضو زدنا برضو قاعدة المشاركة، جبنا ناس الري المطري، أخذنا ولاية سنار كمثال. فطلعنا بممارسات فلاحية محددة، الناس اتفقنا عليها كلنا، ويمكن عرضنا لكل محصول القمح والذرة الرفيعة والفول السوداني. ده يمكن يكون زي ما قلنا تم عبر أنشطة هي من مكونات المشروع، اللي هي أول نشاط كان يعني عملنا تخريط للمساحات اللي دينا نشتغل فيها، عملنا لا تخريط يعني حددناه كده، سويناه في خرطة تدخل في الكمبيوتر، بحيث أنه لما تجي الصورة بتاعت القمر الصناعي تنزل فيها، يعني سويناه زي القاعدة. وعملنا تدريب لثمانية من الممثلين المراكز المختلفة زي ما قلنا ذكرناهم قبل، دربناهم تدريب كامل على البرنامج لحد ما استوعبوا البرنامج. بعد ذاك قمنا جبنا 25 نفر كدفعة أولى، دربوها الجماعة دي ذاتهم الثمانية دي، دربوهم على استخدام البرنامج. وعملنا بعد ما انتهوا من تحليلاتهم ولا عملوا استبيانات لمحصول القمح، قمنا تاني عملنا لقاءات مع المزارعين عشان نتأكد من النتائج. يعني برضه عملنا في 24 ورشة، في عملنا في البساتنا، وعملنا في أبو عشر نفس اللقاءات بتاعتهم دي، وكان في عددية كبيرة من المزارعين شاركوا فيها. قمنا تاني عملنا مجموعة تانية من المتدربين 23 انتهوا بالأسبوع اللي قبل الفات، وبرضهم ديل يتناولوا محصول الذرة ومحصول الفول. الأوائل ديلك استخدموا الإنتاج المائي لمحصول القمح والذرة في والذرة والسكر. وديل بعدهم برضو هسه إحنا جينا واحد من الأنشطة اللقاءات بتاعتنا، اللقاء بتاعكم ده إحنا دايرين يعني بهذه اللقاءات أولا يعني نوطن الناس على في تكنولوجيا ممكن تعديكم معلومات. وعلى أساس يا جماعة إحنا هسه عملنا تخريط كامل للمكاتب كلها في مشروع الجزيرة. إحنا غديبة بنقول الزراعة دي مكونة من أربعة ركائز أساسية: الأرض، عندنا أرض الجزيرة معروفة، أرض خصبة، أرض مسطحة دي ما شاء الله منتجة. الركيزة الثانية الموية، الري والخبير بروفيسور أبو عبيدة وزملاءه المهندسين الري، أكثر ناس خبرة بهذا الموضوع دكتورة مي برضو خبيرة بتاعت الري. العنصر الثالث الإنسان، الإنسان ده بمجهوده العضلي ومجهوده الذهني. المجهود العضلي طبعا شتة طورية شتة فورية كلتا حاجة اشتغلت بيها، ده مجهود عضلي مجهود ذهني، المعارف اللي بتطلع من الأبحاث المختلفة سواء كان بحوث زراعية بحوث في الجامعات بحوث في المراكز البحثية المتخصصة، دي كلها يعني معارف طلع من التجربة والإختصاص. الشيء الرابع، العنصر الرابع والركيزة الرابعة اللي هي رأس المال، القروش. لو ما عندنا قروش لا نشتري سمال، لا نشتري حصادة، لا محرات، لا موبيل، لا غيره. في حرب دائرة في المياه، وبالتالي إحنا لابد نحسب الموية بنضيفها بطريقة صحيحة. دي برضو فيها خصائين دكتور بروفيسور أبو عبيدة وزملاءه ودكتور مي من الأبحاث، ده شغل كله مشترك زي ما قال جبير. نفتكر إنه أن إحنا إذا نظمنا نفسنا زي ما قال جبير في جمعيات منتجين، في جمعيات تعاونية، في روابط مياه وطيفة كانت، ونستفيد من خبرات بعض بنمشي لقدام. التنظيم، أنا أقول لكم بالعربي بدون تنظيم نقول يسيبكم بالحياة دي ترى ولا ما بتمشي. العالم كله مشى جاب التعاونيات تقوم عزيز كل ليلة كل ليلة. أنت لما تتنظم تتحكم أول حاجة في مدخلاتك بالسعر اللي انت عاوزه وبدأ منه الناس. بالتالي انت المسموع ده القانون اتفقنا انه يتغير، يبقى نحن كمزارعين فول ليه ما نبقى نحن جمعيات نوعية مسموع الجزيرة منتجي الفول منتجي الكمح منتجي القطن، نتكون وننظم تعاونية سميها اي تنظيم شيء تسميه وتغنن. انا اخصائي بتاع قمح وربي قمح، لكن والله الاستراحة والحق جمعنا العمل عبر مشاريع ممولة خارجية مع المزارعين من 2010 في منصات ممكن جابت كل المشروع،
لمسنا شنو؟ لمسنا انه المزارع هنا والله الخبرات متبادله، زي ما هو بيستفيد منها نحن بنستفيد منها، فعلى غتر كافي من شنو؟ من الخبرات. لكن داير شنو؟ داير شويه جديه وبهزيم العمل الفردي. 2000 والله انا حسب رؤيتي انه في الجزيره لا مستقبل له بوضعه الحالي، في عده مشاكل يا اخواننا. الليله انا كمزارع ما بعرف، وانا بفتكر نفسي مزارع يمكن شويه مطلع، ما بعرف ولا صنف واحد بتاع فول غير مدني وتوزي اظن، ما بعرف حاجه ثانيه، حتى ميزاته شنو وبتاع ما واضحه بالنسبه لي. بنحتاج لشغل كثير جدا في مجال ابحاث الفول، لانه الفول محصول مرغوب في السوق العالميه، تمام؟ بفتكر الصويا حتشكل خطوره كبيره جدا عليه، باعتبار انه الناس حتتجه للصويا. المشكله الاساسيه في زراعه الفول العمل اليدوي، كلنا بنشتغل فول عن طريق الشراكات، وكلنا ما بيصيرنا مما ننتج من فول أكثر من 20%. الفترة بين القلع لحد الحصاد يكون 50% منه سرب بصورة ما مفهومة. فأي كلام عن فول بدون عمل آلي متكامل من الزراعة حتى الحصاد بفتكر إنه لا 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 قيمة له. الزراعة بقت يعني مهنة ما أقدر أقول طاردة، لكن متعبة بالنسبة للزراعة. وأي زول مسك له موبايل زي ده وبقى يتكتك فيه. يعني في تغيير اجتماعي، في تغيير اجتماعي حصل صح؟ بالتالي ما كل الجيل الجاي بعدنا ده ولا اولادنا ولا اولادنا ما حيشتغل زي الشغل اللي اشتغلناه نحن زمان. وليش حقه نفكر تفكير منطقي؟ الناس في اليومين دي بيتكلم على صفريه الاعمال اليدويه. صفريه يعني ما دارين عامل بيده يشتغل في الحواشي دي. طيب انا ادي لكم من الاول، انا عندي وطاب حضرها بالاله وبعملها بالمحورات الاربعه الراسين ده طراد، وبجي بزرع بالزراعة الهوائية وبقطع التقانت بالبتانة دي والقطاعة دي، بفتحها مع ستات بالبتانة، بمسك الموية والكوريك دي بزيد دي العملية اللي بعملها واحدة، بعد ذلك بني أحصده بالآلة. طيب الآلة مميزتها شنو؟ يعني أنا عندي 5 فدان في ساعة واحدة بس بالآلة بزرع عليك، زرع عليك الكثافة النباتية بتكلم عنها محمد خير جبيل، المسافة بين البذر والبذر تكون مضبوطة، لا في شليخ لا في رقعة بعدين. قللت الزمن اللي عيت الفدانين بتنزل في كم يوم او في كم ساعه، حوض ظهريه وده لك كم عامل ومش معايا وما ماشي، في صداع كبير جدا بيحصل في الحته، وفركت الزراعه وربطتها وما ربطتها والكلام ده كله. الآلة طوالي في ظرف 5، انا في 5 في 50 دقيقه زرعت 5 فدان بالآلة. في آلة يسمى الديجر شيكر او القلاع الهزاز، بيقلع وبهز الفول ده وبيصفق فول بيشيل لك سرابتين مع بعض، بيقلع من الوطا بسكينه وبيهزهن وبيجي بيصفي في لك في صف واحد، دي بالآلة ما في أي مشكلة. بس محتاجين لشنو؟ لحاجتين. الحاجة الأولى درجة رطوبة التربة تكون مناسبة، ما تكون رطبة شديد ولا جافة شديد، دي واحدة. الحاجة الثانية تضبط الآلة بتاعتك. تطلع توصية مبنية على حس أو المجال التجريبي. بالتالي نحن كإدارة دورنا يسوم معنا في الرسالة، نحن وهم ذاته يقوم يطبق ما وصلوا له من تقانات أو حزمة تقنية كاملة يطبقها في حقول المزارعين لغرض تأكيد أدائها في حقل المزارع، بوجود الموسم، بوجود المزارع، بوجودنا نحن، بوجود من استنبط التقنية. لو فيها أي ملاحظة نحن دائما المزارع يكون عنده رأي في التقنية دي، هل مناسبة له؟ هل بيقدر عليها تطبيقها؟ شنو المحددات اللي بتخليه يطبقها؟ عشان نستعيبه معانا انه من ندانس الرسالة. مع الاسف الشديد انه كان التغاني تطلع بدانس الرسالة، فشلنا في انه نعمل توسع في التغانات في الاسلام. بالعكس تغانس الرسالة قدام مشوه، قد الحزمة ناقصة، وسيد الحزمة قدامكم. فنحن دائما بنقول الحزمة هي مجموعة مفردات او مجموعة عناصر. لو انت فقدت اي عنصر في حزمتك بتترخي. بنأكد على انه احنا بنخطط حزمه التقنيه كما
وأوصى بها الباعث الذي أسقط هذه التغنية. نحن من ناحية فنية مستعدين، التعليمات موجودة، حتى دول كل ما في التعليم التعليمات كلها موجودة متوفرة. وأنا بتكلم من استعداد تكون في منصات السنة دي، نحن على استعداد. أول حاجة تعمل منصات يا رقم خير جدا، وين أسعى تعمل منصة للفون يا بالحش فالأيس تعمل منصات وبالمولة على المنصات معناها مع حقوقية تأكيدية على المرشدين وعلى كرسي التنظيمة من المدخلات إلى الكلوشاب. في ممارسات خاطئة جدا في 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 الحواشات، وبالتالي حيتضرر منها صاحب الحواشة المزارع. القصب لما تحصل الجناديل الدب، في ناس ما بيقطعوا القصب، بيقوموا بدخلوا البقر، والبقر بترعى 3-4-5 يوم. الفضلات بتاعت البقر يا جماعة بالمناسبة مرتع كبير جدا لحشرة يسيم السوميتا، والسوميتا دي بالمناسبة يمكن مرقت مزارعين كثيرين جدا من زراعة الفول، وحتمرقوا في زراعة القمح. فكان مويه كثيرة لما يبقى حط صمت دي بتزيد من كمية الرطوبة، وعندنا السخانة. الرطوبة والسخانة ديل عاملين أساسيين في وجود مرض الصمت، والبيعانوا منها هنا في حلفة جديدة. والله يسر على ناس جنوب الجزيرة. رايك في زول اللي بيحصد الذرة ويطوار يحرك يزرع قبل لا إله إلا الله السنة دي ده قد عينه، خلاص ده حاضر ده قد عينه. لا بأساس شنو حيوطن عندي سبعة حيوطن عندي اثنين حيوطن عندي حشرتين، وده اللي عذر الله منه. الأرض ما حدا مرتاني من حواشي نمرتين الغاز ساغلات الصالح.